الله يمشيكم بالخير. مسا النور. ها كيف هالليله؟ ان شاء الله ايديك ما نصل من الجلي. نصل وبس، اي جليت المطعم كله، بس يعني المهمه انك رضيتي وسامحتيني. هسه بتقدر تكون نص مسامحه، لسه كلبي ما صفط. كيف بابا؟ بالله ما حسيت بالعذاب اللي انا بحس فيه كل يوم وانا بجلي. فعلا الله يعطيكين العافيه، وخصوصا جلي الطناجر والصواني، بس يعني كله بيهون في سبيل ترضى صفصف. خلص خلص، رضيت انا رضيت، وبتقدر من الليله ترجع تنام بالغرفه. يا سلام، معناها خلص بما انه الجو راق والبال هدي ما ضلش غير اشي واحد. وشو هو هذا الاشي؟ مش متذكر انا. يوم عرسي انا وجولي، انت وعدتيني لما الجو يروق. وبعدين خلص، ما انت ربيتيه ابو عين زايغه. طيب طيب خلص، توكل على الله، ولو اني لسه ما شفيتش غليلي من ابو عين زايغه كرد. يا صفية، فؤاد لازم يتغير. يعني كيف يتغير؟ كبرتي عزيك، يبطل وذف ويبطل يحب الأكل؟ لا لا، من هاي الناحية نسوها، هاي مستحيلة. يما اطمني، أمريكا بتغير اللي ما بتغير. أنا كرمالك مستعد أتغير بكل إشي بدك إياه إلا الطبيخ والأكل. يا جماعة افهموا علي، فؤاد لازم يتغير، يعني لازم يصير إنسان مش همجي مش عشوائي، لازم يصير مثقف وراقي، أهم شي لازم يبطل كذب ولف ودوران، لازم يعني يتعلم يوفر فلوس. بدنا نضل بالأردن أوكي ليكون نفسه ويوفر، يعني باختصار he has to become a new person، يعني لازم يصير إنسان جديد تماماً. إذا هذا قصدك بصير. أما بالنسبة للكذب ما أظنش، لأنه الكذب عندنا من الرجال، ولا لا يا فوكش؟ اللي بدها إياه جولي بصير. كم إيدك ولا؟ شفتي مش قلت لك مستحيل فوكش يتغير. والله ما أنا عارفة هالجولي هذه طلباتها صعبة، وفؤاد صعب يتغير، عمره ما بيصير بني آدم. والله يا ماما الحب بيعمل المستحيل، وإذا هم التنين بيحبوا بعض زي ما أنا شايفة رح يضحوا. كبرت عزيز، وانت شو بعرفك بالحب يا كروطة؟ ما انت طول نهارك عايشة مع الهياكل العظمية والأقفاص الصدرية. شو بعرفني يا أمي، بس هيك عم بحكي من القلب. وليه؟ ليكون كلبك دك وليه؟ وليه؟ تخبيش علي نمك وليه؟ ترى أنا بلقطها على الطاير. يا حبيبي منور ابو فؤاد، سايق فيها السلطه اليوم فيها عرضه، وانا زي اللي ماكل بلطه يا خجيب للشرطه. شو بدك تسوي هسه كلهم؟